طب ايه حكاية ميسي؟ طبعا انا يعني سعيد ان انا موجود معاك يا اسامه النهارده. طبعا انت اخويا من واحنا في الناشئين، وسعيد ان انا موجود في قناه الاهلي طبعا بيتي. موضوع ميسي ده طبعا ده جه صدفه، يمكن حكيته كذا مره في قناه الاهلي. كنا في تمرين مره، وكان خالد بيبو جاب ستارز جديد، وكان على طول انا باخد الستارز منه بلاينه له يعني، عشان هو رجليه كانت بتوجعه. فالتمرين ده كان جوزيه بيعمل تمرين بتاع فينيش على الجون، فانا كنت فيه مميز وعمال بشمالي ويميني، فلقيته هو مره واحده راح قال لي انت النهارده ميسي. من ساعتها بقى بيقول لي في الماتشات ميسي على طول. طلعت عليك ميسي من اه هنا، طلع مانويل جوزيلي طلع يا عليك ريتها ما ميسي. طلعت، كانت ضغطاني جدا يعني. لازم ابقى حريف في الملعب باسم ميسي ده. طب المباراه اللي اتلعبت في القاهره واحنا بنلعب برشلونه، لعبنا برشلونه في القاهره ولعبنا برشلونه في انجلترا، في ويمبلي. كنت انت مخصص عشان تراقب ميسي في ال انا مش عارف، لا يعني بقى هي بقى يعني الماتش ده انا كنت الفتره دي بلعب اساسي على طول، ودي طبعا كانت مباراه مئويه، وكانت ما بتتكررش بقية كتير، الأهلي فعلا. ما بتتكررش كتير يعني، ما بتتكررش كتير ان ماتش زي ده. فانا لقيت مستر مانويل قال التشكيل، عماد النحاس، شادي محمد، وائل جمعه. رحت انا قالب وش خلاص صح، الصراحه، ما تسيب انا ده بره انا الحراس. يعني بقى يعني ايه، عمال بتخيل ان انا ايه ماتش وماتش حلو هلعب وبتاع. فمره واحده قال الباك رايت احمد عادل، وقال الباك ليفت بقى مين، فكله بصيره مين، قال لهم احمد السيد. فسالوني ليه، عشان يراقب ميسي. تراب ميسي. فانا بركت على جنبي قلت له يعني ميسي كل العالم مش عارف وقفه، انا لو وقفه يعني خلاص. ذكروني. بص يعني، لا ده بس ده الماتش اللي كان في ويمبلي، ده في ويمبلي. ده في ويمبلي. هو بيتكلم على الماتش اللي كان في المقاوية هنا. يعني ازاي ميسي يمسك ميسي؟ يعني ما ينفعش. بس ف يعني هو ما بدأش الماتش ده، ما بدأش عامة، لعب شوط جولي تاني. وزامبروتا، ونزل الشوط الثاني لعب في نص الملعب، ما لعبش حتى يعني، الحمد لله يعني. شوف انت، ميسي هو بيحرز الاهداف امبارح كمان حاجه رائعه في لا طبعا الدوري. ده اعظم لعيب جه في تاريخ حاجه البشريه كلها. فلتة. مش هتيجي زي يعني مقارنته بكريستيانو، انا بشوف ان هي ظالمه. لا ميسي كريستيانو في كتير منه ممكن يحصل السرعات اللي عنده، لكن اللي بيعمله ميسي في الكوره ده صعب جدا، حاجه موهبه خارقه. صعبه جدا يعني. عايز ارجع مع احمد السيد بقى لذكرياته في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. يعني احنا عشنا مع بعض فتره كبيره في قطاع الناشئين، كنت انت اكبر منا بسنتين مع الفريق اللي اكبر مننا، وكمان قعدنا مع بعض في المعسكرات طبعا. كتير. عايز ارجع معاك لحظه بقى، يعني دخولك النادي الاهلي، احمد سيد راح اختبارات في النادي الاهلي ولا كانت مباراه وديه مثلا مع فريق مع النادي الاهلي؟ احكي لنا كانت الحكايه لا هو البدايه جت ازاي. كان كنت بلعب في نادي النيل في المانيال، ونادي النيل ده زمان كان يعني بيسموه كده الاهلي بيه على طول. نادي النيل ده كان مظبوط. كل الناشئين، حتى كان يعني حصل مره كده حاجه في فرقه اتلغت، فرقه كابتن سيد عبد الحفيظ اتلغت السن بتاعه، راحوا كلهم خدوا الفرقه كلها لعبت في نادي النيل باسم نادي النيل، مظبوط. عشان ما يروحوش حته تانية. فكنت بكل سنه نادي النيل بياخد، كان زمان مجموعة. الموضوع ده بياخد الاختبار، الفرق كلها بتروح النادي الاهلي بتختبر. انا كنت من ضمن وانا عندي 9 سنين بلعب في نادي النيل بروح اختبر. بس نظام الاختبارات زمان كان صعب شويه، بقى الملعب زحمه جدا، وبتيجي ناس من هنا وناس من هنا وناس من هنا، فانت كله بيبقى فكر اللاعب ان هو عايز ياخد الكوره، عايز يثبت نفسه. فانت ماشي بالكوره تلاقي زميلك يروح زقك واخدها منك، فانت عمر ما حد ياخد باله منك يعني. وكان فاكر الملعب اللي كان موجود ورا، كان في الجزيرة. اللي كان في الجزيره، الملعب ده طبعا. هو الملعب ده، فكان بيعملوا مربعات كده يسموه مثلا نص الملعب 4 مربعات، ويعملوا تقسيمات صغيره ومدربين قاعدين بيتفرجوا اختبارات. اختبارات بس. فما قبلتش خالص يعني، ما حدش هيبان. ف يعني أول مرة رحت النادي الأهلي لم توفق. 3 مرات، 3 مرات. 3 مرات بنروح كلنا، ما بياخدوش حد، لان ما حد يعني استحاله ياخدوا حد. بس ف جه كابتن فتحي عماشه يعني كلمني. طب وانت بتكمل ببدايه يعني انضمامك للنادي الاهلي في الناشئين، فاكر الجون ده؟ طبعا انت، انا وانت الماتش ده انقذنا، اخذنا الدوري. انا فاكر طبعا المباراه دي اللي كانت في الدقيقه 80 وانا بنزل، كنا مغلوب 2-0 من طبعا سموحه، سموحه. بس انا بيقول لي هتسجل النهارده، قلت له هسجل. جبت الهدف الاول وانت وانت جبت جبت الهدف تاني في الثاني، الدقيقه 97 طبعا، وعلى ما اعتقد خدنا الدوري. احنا خدنا الدوري الماتش ده، خدنا الدوري. صح، انت جبت خدنا الجون الدوري في الاولاني، المباراه دي. فجأة اتلعبت بالعرض وانت رحت حاطط بطن رجلك. انا فاكر الجون قوي. هي قالش على فكره يعني، هي قالش الله، لو ما قالتش مش هتخش. بص جت في سن رجلي، بص لو ما قالتش مش هتخش. طب كويس انها قلش. كويس. لو كانت لبسك كانت هتطلع فوق العرض. دي على المباراه دي اللي احنا خدنا بيها بطوله الدوري. الدوري كان فريق سموحه كمان فريق قوي جدا جدا، كان بيشير التبعي، وكان طارق حامد كان كان طارق حامد بيلعب وابراهيم عبد الخالق وجودوين وافوام، وكان فرقه تقيله جدا، فرقه تقيله تقيله يعني. يعني كان هم الماتش ده كان بينزلوا، كان لازم يكسبونا عشان يقعدوا في الدوري، واحنا كان لازم نكسب، كان الزمالك بيلعب ناخد الاتحاد
عشان ناخد الدوري. احنا حسمناه رسمي كده خلاص. طيب عايز بقى اكمل معاك حكايه الاختبارات ونادي النيل. فكابتن